عن هذه الطريقه اهداء للاخ عمر الرواجبي لانه تعب معنا والله يعطيه العافيه من اول الشروحات كلها الله يعطيه العافيه ويديم الاعضاء ولكم كمان انتم اخواني في الجروب. الطريقه طبعا سهله بسيطه هي عباره عن اكثر من طريقه من ضمنهم طريقه الاخ عمر الرواجبي طورنا عليها شوي حيث اصبحت يعني القبه هذه كان لها اهميه وهو له مجهود كبير يعني. هذا اخوان ذهب لاحظ حطوا ماشي اي سيخ ارفعوك شوي والله اي سيخ سيخ يمين قدم يسار طبه لاحظ هذا ذهب حتى تتاكد هذا الذهب لاحظ شوف كيف خطر اذا الذهب شوف اذا الذهب يجي على اليمين اذا الذهب يجي على اليمين خلص يعطي اكس خلص في لحاله هذا الذهب تدرب على المشع هذا مشع اخواني هذا مشع طبعا من ضمنه ذهب روسي ومن ضمنه حجر هذا من اقوى الاحجار المشعه وهذا نوع من انواع النحاس قوي ومن ضمنه كان اتوقع انه ذهب روسي كمان لاحظ يعني جميع المعادن حاطنها لاحظ العملية ترجع نفس الشيء مستحيل هي ثابتة يا اخوان لاحظ ما يعكس الا عدها بس نرجعها ما يعكس الا عدها مستحيل هاي الذهب هذا الذهب هاي الذهب نرجع ناخذ مستحيل يعكس الا عدها روح هيك ارجع هاي مستحيل روح هيك الا يروح على الشمال مستحيل الا يعطي اكس وجود الذهب او في اي منطقه كنت حاب تعرف فيها ذهب ولا بس سوي الحركه يعني يعطيك وشكرا لكم اخواني جزاكم الله خير شكرا